الرحمن الرحيم. فاليوم كنا متواجدين هنا في دوار بكارة في اقليم مراكش. اذا لازلنا في تكريمات سباق داز واحد طبعا زواج اجواء يعني تنافسيه جميله جدا. سعت الجمعيه كذلك الى ان تقدم يعني مشاركه كبيره من ناحيه ديال الشباب. احنا الدور ديالنا هو هذا، هو انه نحفزوا الشباب ونحفزوا يعني ابناء المنطقه. كما احنا دزنا من هذه المراحل ديال هذه السباقات اللي كانت جهويه واستطعنا اننا يعني نحققوا نتائج. فان شاء الله يا ربي نستقبل انه يكون ان شاء الله الطاقرين اللي ياخذوا الاغلاق ان شاء الله حتى نشوف. اذا كذلك في اطار الالتفاته اللي قامت بها الجمعيه تكريم النساء طبعا كل شيء يشوف الانتباه ديالو لهنا. بالنسبه لهذا العام هذا ما كانت يعني كنلاحظوا يعني مشاركه انت عم الحاج هذا الحمد لله.